الحياة تعود برحيل الموت عنها. المزارع الخصبة للسكان في ميدي تخضر من جديد، ويستوي الزرع فيها على سوقه بعد غياب اضطراري امتد لسنوات أربع. تتمايل السنابل حاليا فرحا، فما الذي جعلها تغيب فيما مضى؟ كنا لا نستطيع أن نأتي إلى مزرعتنا بسبب الألغام، ولا نأتي بماشينا ونرعى بها في الأراضي. والآن نحن بأمان. الأراضي التهامية الخصبة تقبل زراعة الكثير من الحبوب والفواكه، لكن آلافا من ألغام البليشيات الحوثية المتمردة غرست هنا بدلا عن البذور، فكانت السبب في ترك الأهالي لأراضيهم وتقييد المواشي عن الرعي وافتقاد هذه الأرض لخضرتها زمنا طويلا. لقد قامت الميليشيات الحوثية بزرع عديد من الألغام في المزارع، بحيث قد تلفت كثيرا من الأغنام، وأصبح المواطنين لا يستطيعون الحركة. فبفضل الله سبحانه وتعالى قام الجيش الوطني بنزع الألغام وتأمين المواطنين، وقد عادت الحياة من جديد ولله الحمد. مضخات المزارع كانت أيضا شبه متوقفة نتيجة احتكار الوقود من مشرف الميليشيا، لكن الأمر اختلف بعد التحرير، حيث قام الجيش الوطني بالمنطقة الخامسة بمد المضخات باحتياجاتها من الوقود لتحيا الأرض من جديد. قبل فترة وجيزة كانت هذه الأراضي مليئة بألغام الميليشيات الحوثية، ولكن سرعان ما أقبل الجيش الوطني فخلص المواطنين منها، فكما تنظرون عادت الحياة من جديد إلى هذه الأراضي، وستعود الحياة إلى كافة أرجاء الوطن بزوال الميليشيات الإنقلابية. سليم المخلافي لقناة سهيل الفضائية من عزلة بني فايد بمحافظة حجة.